الطريق الوطنية 108 مقطوعة ما بين ملال وتزارين، انتما كتشوفوا الطريق مشات نيفو تاغيا. طريق مشات تشوفوا تحية الإخوان على الواد فات فات القنطرة بشي جوج متر تقريبا. تحياتي للجميع، يعني السلطات غادي يشغلوا شي واحد انه يقرب من الواد. لاحظتوا الاسلاك الكهربائيه حتى هي قرب القنطره، يعني فيضانات بمعنى الكلمه. حاولت نزوم لكم، شوفوا بحال الجبل تقريبا، بحال شي جبل فوق القنطره. تحياتي للسلطات اللي سهره على هذا الحدث هذا، وتحياتي للجميع.